السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم خوتي الموالي، تحياتي لكم، معكم مولوع شلح الملالي صاحب قناة وصفحة الزاجل الأطلسي. ومن البارحة الخوت تبارك الله رجعوا الحميمات، واليوم يعني نشوفوا الحميمات الحالة ديالهم. هادشي اخوتي اللي تنوريكم يعني ماشي تنبغي نبان عليكم ولا تنبغي زعما نقول لكم انا واعر ولا لا، غتنوريكم يعني الطريقه البسيطه انا اللي درت وكسبت بها حمامات اللي هما في المستوى العالي. يعني حمام بسيط، يعني حمام سواقي كما تيقولوا، ولكن انا يعني الطريقه ديالي اهلته انه نخليه يرجع يعني حمام واخا ديال السوق حمام تينافس. وتبارك الله راه العام الفايت يعني كانت ديكلاراسيون مزيانه وكذا، ولكن تبارك الله هذا العام ديكلاراسيون اللهم بارك. راه كما كتشوفوا كما شفتوا في ديك اللحظه ديال الرجوع الحمام كان واحد جوج كره، ومن موراها وانا نبقى نصور لكم في نتوا صابرينا وذكر صدام. راه في ديك اللحظه راه دخلوا تقريبا جاو دوك جوج كره وتلاحوا تقريبا 8 ديال الحمامات. عاد جات نتوا ديك صابرين والذكر ديالها، عاد جا واحد جوج كره صافي تحبس، يعني 14 الحمامه اللي دخلت وربعه الحمامات ما جاوش. حاليا مازال ما جاو، وراه الحميمات تبارك الله يعني واحد الصحه راه طلقتهم، قلت محال واش يبغاو يطيروا بحال هاد الضكيه. هذا راه هو اللي جا الاول، راه حيت لي الجليده، هادي راه اختو، هادو راه ولاد الطاجين، واحد غير اختو مزوجه مع واحد الذكر وهو مزوج مع واحد نتوا اخرى. انتما الحميمات تبارك الله راه اطلقتهم دابا، راه طاروا تقريبا يعني شي تقريبا ثلث ساعه، مع ما بغيتش ندير لهم يعني يطيروا بزز عليهم، لا خليتهم يطيروا بخاطرهم. ها هي تنعطيهم دابا تبارك الله، راه عطيهم دابا الماكله ديبيراتيف. الذكير هذا اللي بقى فيا ما مشات لي اختو، واختو نيت في الطاجين راه مشات لي غا في اونطريمو. ايوا واش باغي دير، ما عندك ما دير. هادو هما الحميمات ديالنا خوتنا، النيطواياج كيف العادة ديما، راه تبارك الله صبحات البزقة اللهم بارك. حتى الحميمات يعني مزيانة هاد الموتيفاسيون. اليوم راه في العشية غادي صافي غادي نعزل الدكورة على النتاوي باش نخليو شوية الحميمات يعني يزيدو يتموتيفاو مزيان. إيوا نتمناو الخير. راه تبارك الله الحمام اللي تيلعب معايا هو اللي بقى لي، هو اللي لعب معايا ماشي. ايوا نتمنوا الخير الخوت. المهم هاد الحويجات دابا بالنسبه للاخوان يعني غادي يلاحظوا بان يعني الحمام تيجي مسكين من المطلق، تيجي مهلوك ما تيقدرش يطير المره الثانيه. الحمام تيلعب مثلا العام ديالو الاول، العام الثاني ما تيبداش يبان. ها هو تبارك الله فينا هو، راه هو صدام، راه العام الاول ديالو غادي جاي غادي جاي ما تسوقش. هو البارح راه تبارك الله راه واقيلا داخل في البري هو والنتوى ديالو، يعني تقريبا 12 الحمامه و 12 الحمامه اللي دخلت في البري، يعني توقيت زوين. ايوا نتمنوا الخير، راه مازال ما خرجتش لينا الريزلطا باش نوريوها للاخوان. هادشي اخوتي غنوري لكم غا باش ما تبقاوش يعني تتفكروا في ديك اللقطه ديال خاصني نعطي باش ندير خاصني ندير باش لا خويا، طير الحمام ديالك مزيان، تريني بيه لونطريمو مزيانه، عطيه واحد الماكله اللي هي متوازنه يعني فيها كاع دوك الحويجات. الحمامه منين يلا تتفرخ، يعني تيكون المقابله منين قبل ما تفرخ الحمامه كتكون انت مقابلها وغادي معها ايطاب بار ايطاب. راه ماشي صافي اليوم غدا تخرج واحد البطل، راه ما يمكنش، راه خاص هذا الشيء. راه يعني عينا ما نغوتو، عينا ما نهضروا، عينا ما نقولوا، ولكن الواحد راه تيقلب على الحاجه اللي بغى والحاجه اللي سلكاته. ماشي انا بعدا الصراحه يا اخوتي، انا الاستاذ ديالنا الحاج الروقي تعلمت منه بزاف، من القناه ديالو تعلمت بزاف د الحوايج. تبارك الله فاش ولا تيدير دابا فيديوهات هو والاخ القيرواني اللهم بارك، زدنا عاوتاني صافي بحال هكا وصلت ستاج للاخر. يعني دابا بحال هكا وصلت يعني عرفت شي حوايج اللي تقريبا الناس ديال الولاعه ديال 20 عام ديال الولاعه و 15 عام ديال الولاعه وتيقول لك راني سابقك في الولاعه. انا خويا عرفت هذا الشيء راه تبارك الله غير في 3 سنين. ماشي كنخشي الهضره للناس ولا شي حاجه، غا كنقول للواحد شنو هو يعني انا منين دزت هاد الطريق، منين دزت تنتفرج في الاستاذ ديالنا الحاج الروقي. والحمد لله دابا حاليا خوكم راه لاعب غير بالماء والماكله، ودوك الناس يعني بغيت نكرهش خوتي الا كنتو نيت خوتي
تتعاونوني تبارطاجيو هذا الفيديو هذا باش يوصل عند دوك الناس اللي تيقول لك صحاب الطبيعي غادي يبقى طبيعي. وتحياتي لجميع الاخوان. مهم الحميمات ديالنا كيف العاده غادي نخليهم دابا تيتينيني، وفي العشيه ان شاء الله راه غادي نفرقهم. في العشيه صافي غادي نفرقهم، غنخلي الذكوره هنا ونتاوي غادي نديهم للجهه الاخرى لهذ البلاصه. راه غادي نحل لهم داك البويب يمشيو ليه صافي ونسد عليهم باش غادي نديروا دابا واحد الخدمه عاوتاني ديال البلاجكا. ايوا نتمنوا الخير. هذه هي التوليعه ديالنا، وانتم كما كتشوفوا الحمام باحسن حالاته. لحقاش كاينين تبارك الله كاينين دراري مساكن راه تنتفرجوا في فيديوهات وتنشوفوا الدراري يعني تيتعطل لهم الحمام تي يعني راه كاينين واحد الحويجات ما الواحد ما تيردش لهم البال. يعني بدوك بحال ديك القضيه ديال لونطريمو ديال الحمام ديال التاقلم والتعود والتدرج، راه الا ما درتيهاش اخويا راه حمامتك غادي تطير غا مع الفرق واحد شي شويه صافي غادي تخرج على الفرق. اما حنا بغينا داك الحمام اللي تيطير كونتيني من المطلق للدار، ولو المطلق يكون فيه 400 500 300 راه ديما المطلق الاول تيدوز شويه على الحمام. ايوا نتمنوا الخير. حميمات هما راه باحسن حالتهم. هذا هو الذكر اللي جاني البارح هو اخر ها هو، ولاني ختو راه ضربات تبارك الله الرتبه الثالثه عندي في السجنه. هذا هو راه سجلتو في الجليده داك البدعي، هذيك هي النتوى ديالو تبارك الله. هاد الخوت ما ضاعوش ليا هاد النتوى وهاد النتوى. وفينا هو داك الذكير؟ ها هو الذكير. هذيك خلاص ختو ما صيفطاش، هذه حتى هي ما صيفطاش، عندها تقريبا واحد جوج ريشات في الطرف ما، ولكن خوها اختها راه حضروا تبارك الله. هذه اختها من ما وباها، هذا راه خوها حتى هو من ما وباها البدعي، وصدام راه خوهم من باهم. نتمنوا الخير الخوت، ونتمنوا هذا الفيديو يعني يكون يعني زاد لكم شويه الاضافات غير باش دابا هادشي اللي نوري اخوتي غير باش تفهموا. راه ما كاينش شي حاجه غادي تعطي شي حاجه باش دير شي حاجه. راه الحمام راه بحال شي عداء، ماشي ديك بحال شي عداء النيت يعني اكزاكت، وانما راه خاصك تعاملو بحال واحد العداء، يعني تعطيه حقه في لونطريمو وتعطيه الريكوبيراسيون ديالو يعني الماكله ديالو. دابا الناس دابا الريكوبيراسيون تقريبا خدام 12000 واقيلا 12000 ريال غير باش تريكوبيري الحمام. ويا قلت لك البارح انا ريكوبيريتهم غير بدرهم. ايوا خويا المولوع يلاه ريكوبيريتهم انا غير بدرهم، والله الا غير بدرهم ديال عسيله وسيترون وهما ناضين. ولكن الماكله فيها كلشي، يعني الماكله الخوت فيها كلشي، كاع دوك المكونات اللي تيحتاجو الحمام راه كاين في الماكله. غير هاد الحويجات اخوتي عوض باش ما تمشي تشري برودوي بواحد الثمن، شري ميكله نقيه وشري ميكله متوازنه وقابل الحمام. يعني من انا راه هاد الحمام هذا راه من شهر 9 وهو تيتريني تيطير 10 دقائق وينزل ونعطيه الميكله ديالو والماء، ويطير عاوتاني 10 دقائق وينزل ونعطيه الميكله والماء، وبقى غادي شويه بشويه حتى ولا دابا تبارك الله راه قبيله راه طلقتهم راه اللهم بارك شي تقريبا واش نص ساعه ثلث ساعه ما كنت طلقتهم ودخلت للسجنه تاع النطويه. ايوا الحمد لله الحمد لله. حنا المهم عندنا هو يرجع لينا هاد الكوبل، هذا هو المهم ديالنا بحال هاد النتوى هادي الكير ديالها، هادي هي هذا هو المهم عندي انا. غترجع لي هادي الله يجعل البركه، واخا ترجع معطله ما كاينش مشكل. ايوا نتمنوا الخير اخوتي، ونتمنى يعجبكم هاد الفيديو هذا واخا راه فيديو شويه زربان. ايوا اللهم بارك. انتوما الحميمات راه يعني بلا برودوي بلا دوايات بلا والو. دابا راه هاد الحميمات هما دابا كلاو، غادي نحيد لهم هاد المويكله. مع هاد المويكله انا بقات ليا من البارح، كنت درت لهم الزيت و داك الاعشاب وهادي داك الوصفات اللي كندير لهم انا ديما. راه الا رجعتوا للفيديوهات القدام راه تندير لهم ديما دوك الوصفات هما اللي عطيتهم البارح، وشاط لي شويه د الماكله قلت اجي نعطيها لهم حتى الصباح. ايوا نتمنوا الخير. دابا الحميمات هما غادي يضربوا هادشي ياكلوا، وغادي ندير لهم خل التفاح هو اللي غادي ندير لهم صافي. انا نعطيهم خل التفاح دابا الصباح، ونقدر في العشيه نعطيهم البكتيريا النافعه يعني الماء ديال اللبن، اي حاجه فيها البكتيريا النافعه هي اللي غادي نعطي. كان عندي يعني البارح شوف بانوا لي حميمات بحال هذاك الذكير البدعي، نشوف ها هو اللي هنا كان جا هو واحد نتوى ودنيهم منفوخين، ولاني دابا هاد الصباح الا جيتو تلاحظوا الحميمات ما كاينش شي واحد ودنيه منفوخين، يعني بحال قلتي غادي الودن تنفخو غير في ديك الطريق
فهمتي؟ انا تخوفت قلت خاصي ضروري نعطيهم الجهاز التنفسي، وانهم تبارك الله الحمام يعني صحه مزيانه وكذا، حنا غادي نديروا لهم خل التفاح وغادي نحاولوا نراقبوا كيف العاده. لحقاش ضروري الجهاز التنفسي والتريكومونوز، هادو حاجات ضروريين، وكتبقى المراقبه ديال المولوع. هذا مكان، هذه هي التوليعه ديالنا، هادو هما الحميمات ديالنا. راه اللهم بارك، يعني الحمام راه بواحد الصحه، راه ما اي واحد راه يتمنى هاد الصحه هادي. يوم نمشيو دابا نتولعوا في الاب ديال هاد، الاب والام ديال هاد الذكر هذا، وفي الاب والام ديال هاد الذكر، يعني جوج ذكور اللي جاوني في توقيت زوين. هما راه جاو جوج وتلاح الحمام كامل من موراهم. تخرج الريزلت ان شاء الله ونوريوها للاخوان. نمشيو دابا نضربوا واحد التوليعه خفيفه في الحمام ديال البروديكسيون. هادو غادي نخليهم يعني حتى ياكلوا مزيان، حتى ياكلوا مزيان، عاد غادي ندخل لهم المايه. حمام ديال الانتاج، هذا هو الذكر باي الاب ديال الناس الحولية. هذا هو الكوبل، هذا هو والدين الذكر اللي ديكلارا الاول، هما هادو. وهذا الطوبي ولد الكاتالوني، هذا هو الاب ديال الذكر الاخر اللي جا معاه. هاد الجوج هادو، هاد الجوج فريخات، راه خو داك الذكر اللي جا مع داك البدعي اللي جا مع ولد هادو، راه خوهم هاد الوليد هادا. وعاوتاني خو هادو خوهم من امهم، وفي نفس الوقت باين هادو هو جد هذاك الذكر هذاك اللي جا اللي جاني. يعني لحقاش هادو هاد الجوج خوهم هو هادا ولد الكاتالوني مع 2007، اما هادو ولاد الكاتالوني مع الصبليونيه. وداك الوليد اللي كاين اللي قلت لكم جا مع هاد البدعي هذا، هادو خوتو من الاب ديالو، هادو راه خوتو من الاب ديالو، هذا هو الاب ديالو، والام هي الصبليونيه. الام هي الصبليونيه، هي واقيلا كاينه هنا، ها هي مسخوطه، شوفي انت هي قارقات، ما غادي نحيدها من تما. ماشي هادي تبارك الله، هي فرخات، اللهم بارك، اللهم بارك المجينينا، هي فرخات. تا هادي راه خوت هذاك الذكر اللي ضرب، اختو من امو، وفي نفس الوقت بحال قلتي عمتو، يعني باين هادي جد هذاك الذكر. ايوا نتمناو الخير. هذا الاب عاوتاني ديال الحمامات اللي طرافبو، ها هو داك الدفلي باين صدام. عاوتاني هذا ولد نتوالي كلاسات، يعني الرتبه 3 في بلاص في الحمام ديالي، يعني جا داك الذكر ولد هادو، وجا ولد هذا، وجا ولد هذا، ولكن هذا ولدو درت غلط لي في الجلده، ولكن الجلده اللي صحيحه هو هذا. وهذا الكاتالوني اللهم بارك. هادي خلاص نتيوا الفاسيه، هادي التوليعه ديالنا الخوت، وللعلم هاد الحمام هادو بغينا نبيعوهم شي ناس. ماشي انت اخويا عماد، ماشي انت اخويا عماد، انت اخويا عماد عارف الظروف ديالك، تحياتي ليك خويا عماد الله يحفظك. عيني شي ناس اللي تيقول لك راه غاليين علينا الحميمات، ها هو خوهم، خو هادو من امهم، وفي نفس الوقت هما عمامو، وخوت هادو من باهم، هو اللي ضرب عندي دابا، وولد هاد الكوبل هذا. يعني الحمد لله، يعني الحمام اللي حنا معتمدين عليه راه هو اللي بين لينا. وهادي التوليعه ديالنا الخوت، هادي هي التوليعه، هادي هي حمام، هادي هي السجنه البروديكسيون. مازال هنا غادي ندير لهم شي سبوتنيك، غادي نحاول يكون عندي وقيت، غادي ندير لها شي سبوتنيك. هادي هي التوليعه ديالنا الخوت، نتمنوا هاد الفيديو يعجبكم، نتمنوا تكونوا استفدتوا. حنا تنوريكم اخوتي هادشي، وتنقول لكم اشنو درت واشنو تبعت واشنو درت، يعني غا باش الدراري والواحد يعني اي مولوع يعرف. فهمتي دابا فاش تعرف كيفاش غادي توكل الحميمات، كيفاش غادي تريني بهم، كيفاش يعني الا مرضوا كيفاش غادي نداويهم، كيفاش هادي
راه ما كيبقاش اخويا تطيح لك في دماغك غادي نعطي برودوي باش ندير شي نتيجه ولا. النتيجه متعلقه بالسرعه، يعني كنشوفوا الحوايج اللي كيحققوا لينا السرعه، ماشي تقول لي نعطي الفيتامين نعطي الكارنيتين نعطي هادي نعطي هادي، لا. كاينه لونطريمو، كاينه لونطريمو، بديك لونطريمو انت كتبقى تخرج ديك السرعه، الحمامه تتخرج ليها السرعه. يعني هادشي اخوتي خاص الواحد شويه يبحث شي شويه، ونتمنوا الخير. وحنا راه يعني معاكم، احنا مولعين معاكم، راه غير الظروف البارح وما بغيت نصور لكم ديك اللقطه باش تشوف الحمام كي تيتلاح. راه مع تبارك الله جاوا جوج كرات تحطوا، جا ذكر تلاحت نتوا، تلاحوا ربعه الحمامات، بقاو هكا تيبداو ينزلوا. ودوك اللي ما جاوش ما جاوش، راه تا العشيه هذا جاني ذخير، هذا اللي ما عرفش كيفاش تتعطل. ها هو الذخير ولد شريف الوزاني، راه تبارك الله اختو راه جات هي تاهي توقيت زوين. هاد الاخوان هادو راه اختهم اللي ما جاتش، هاد الذكور هادو اختهم اللي ما جاتش. ايوا الحمد لله خلاص، واحد الذخير اللي تا هو ما جاش، هاد الكوبل هنا تا هو ما جاش، هذا ولد صدام وخالته راهو ما تما ما جاوش، ما عندنا ما نديرو. اصلا الصراحه هادوك كانوا شويه ناقصين في الصحه ديالهم، ماشي مشكل. وانتم كما كتشوفوا دابا الحمام بحال لا ما ترينا ما لعب ما والو. بالنسبه للعام الفايت يعني المقارنات ديالي انا بالنسبه ليا للعام الفايت، يعني العام الفايت بحال هاد الوقيته هادي تنطلع تنحل على الحمام تنلقى الحمام، الحمام صافي مكمش، ذكر مكمش هنا، ذكر مكمش ليه شي، مكمش في اللوكر شي، الحمام ماشي هو بحال قلتي يعني دازت عليه وهو غامط القلو. واو ما تبارك الله راه الحميمات يعني بواحد الصحه جيده. ايوا نتمنوا الخير، ونتمنوا جميع الاخوان يعني يحاولوا يفهموا ويحاولوا يتولعوا بابسط حاجه. راه الناس تتولع بابسط حاجه، الناس في اوروبا راه ما تيستعملوا لا دوايات لا والو، تيخدموا داكشي طبيعي قليل، بحال كدا شي مكمل بحال مثلا الفيردوبير مثلا، مثلا البروباك مثلا، فهمتي شي حاجه بسيطه. انا بالنسبه لي اخوتي كاع اي حاجه كان انا تنعرف اشنو ما حاجيات هذا المخلوق. دابا الحاجيات ديال هذا المخلوق اخويا انا نحاول نجتهد فيهم بزاف، يعني اش غادي يخصها واش غادي عندنا مطلق ديال الفيتاس، كيفاش خاصني نتعامل مع الحمام، عندي مطلق ديال كيفاش غادي ندير الحمام. هكا كتبقى تحلل انت وراسك، راه تبارك الله راه الناس راه اي واحد راه تيوصل لواحد النيفو اللي هو في المستوى، ويعني بواحد التقنيات اللي هما احترافيه وحاجه بسيطه، ماشي غادي دير شي حاجه باش تعطي شي حاجه باش دير شي حاجه. يعني دابا حاليا كما قلنا حميمات نمشيو نديرو لهم دابا خل التفاح، غادي نخليوهم ناشطين وهادي، وليني في العشيه ان شاء الله غادي نفرقوهم. هاديك اخاي تبارك الله داك موتيفي على ديك هذا، غادي نحاول يعني نحاول ندير لي واحد النتوه ديال البروديكسيون باش نحاول نبدا نموتيفي بها. هاد القضيه ديال الموتيفاسيون العام الجاي الا كتب لنا ان شاء الله غادي ضروري غادي نخلي واحد بحال قلتي واحد يعني 16 نتوه صافي تبقى خاصه بالذكوره، وهاد النتاوي تا هما واحد 16 ذكر يبقى خاص بالنتاوي باش الذكوره يمشيو يلعبوا، والنتاوي تا هما يمشيو يلعبوا ويلعبوا على الازواج ديالهم. ايوا نتمنوا الخير، وهذه هي التوليعه ديالنا، وتحياتي لجميع الاخوان. راه حاولت ندير هذا الفيديو يعني كونتيني باش الدراري يعني تولعوا معنا. هادو حمام ديال البروديكسيون، هذيك راه تبارك الله راه من الحمام المقاتل عندي، ديك الحمامه اخوتي راه ما متصل بيا حتى واحد، ها هي راه فيها باك مانيتيك اتحاد الاطلس. هذيك الحمامة اخوتي راه ما اتصل بيا حتى واحد، راه واقيلا مرة أخرى فاش غادي نبغي نمشي ندي الحمام للمطلق راه غادي نديها معايا، بقاش أنا ما عندي ربح، أنا تبقى عندي الحمامة ولا نفرخ منها ولا لا، صافي ديال ماليها ديال ماليها. عندي حميمات تبارك الله تيديكلاري وليا الله يجعل البركة، صافي. أما حمام ديال الناس ديال الناس راه قيام هاد الحمام تيطيح، ولأني أنا تيعجبني حمامي صافي. الحمامات اللي عطاو ليا ولعبوا ليا مزيان وديكلاراو معايا مزيان، هما باش غادي نخدم، ما نبقى طامع في ديال الناس وهادي. وتحياتي لكم خوتي، ونتمنوا يعني تدوزوا هاد السباقات باحسن الاحوال، ونتمنوا تكونوا تولعتوا مزيان ونشطوا، وان شاء الله غادي نحاولوا يعني ديما غادي نبقاو نحطوا الفيديوهات باش نوضحوا للناس الحمد لله باش نوضحوا للناس يعني الطرق السهله والاحترافيه باش غادي دير يعني باش غادي
تنافس انت وتلعب وتحقق نتائج. غير هي كاينين هذا تحقق نتائج راه متعلقه بالسرعه ديال الحمامه. يعني راه هذيك السرعه ديال الحمامه راه بحار اخوتي. ايوا نتمنوا الخير وان شاء الله نديروا شي فيديو عاوتاني في العشيه. مبدا بهذا الفيديو هو غادي يمشي دابا نحطو ايوا باش يتولعوا الاخوان. وتحياتي لكم والله يعاونكم. تحياتي لكم من قلب جبال الاطلس. ايوا هذا مكان. وتحياتي الاتحاد الاطلس اتحاد ملتقى ابطال الاطلس الاتحاد ديالنا اللي فيه غير الرجال فهمتي غير الرجال والناس يعني القلوب البيضاء. والحمد لله حنا خوت وغادي نبقاو خوت ديما وما تفرقنا لا الموت. وإلا حيدنا الحمام إلا حيدنا الحمام غادي نتفارقوا. ما حنا ما حدنا مربيين الحمام حنا راه خوت يعني حنا دايرين هكا. وتحياتي لكم جميعا خوتي.